مظفر النواب سفر إبداع شعري يتجدد. تحت هذا العنوان العريض انطلقت فعاليات مهرجان الكويت الثقافي الخامس الذي تستضيفه مدينة العمارة على مدى يومين بمشاركة نحو 100 أديب وشاعر وقاص وروائي. أنا طريد تواريخ السيوف هنا، مذ شيد السيف أديان السلاطين، وقد تعقبت آلي حيثما نحروا وفي رقابهم تحتز سكيني. لا الأرض أرضي ولا هذه السماء بها شمسي، وما عادت الأقمار تعنيني. مهرجان الكويت الذي توقف خلال السنتين الأخيرتين متأثراً بالأزمة المالية سيتضمن هذا العام 4 جلسات شعرية بواقع 40 قراءة. حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان أن تتنوع أغراضها الأدبية وأساليب الشعر فيها. كم قيل إن الخلق مني كله، لكنني والآه ما أنجبته أنا من تجاعيد الونين. خلقت من وجع على المشحوف ينبض صمته، أنا آدم القلق القديم. انهض يا أبي، إنه يوم النصر، قم من قبرك لنحتفل معا، فقد أحضرت لك ساقين اصطناعيتين. وفيما يرى أدباء مشاركون ضرورة توسعة آفاق المحافل الأدبية للمساهمة في صناعة ثقافة التعايش والتنوع، أبدت حكومة ميسان المحلية ارتياحاً لإقامة مهرجان الكويت الثقافي بعد غيابه عن الساحة الأدبية على مدى العامين الأخيرين. أعتقد أنه إحنا المهم أنه أقيم المهرجان، والحضور ما لا يقل عن 100 شخصية من الأدباء والكتاب والشعراء من داخل العراق وخارج العراق. فتح حوارات جديدة ما بين المثقفين، ما بين الثقافي والسياسي، لكي نخلق وعي جديد. مهرجان الكويت الثقافي الخامس الذي تستضيفه مدينة العمارة على مدى يومين ويتضمن قراءات شعرية وجلسات فكرية عدة يكرس هذه الدورة لدعم ترشح الشاعر العراقي مظفر النواب لنيل جائزة نوبل للأداب. من مدينة العمارة أكرم ربيعي، الحرة.